هي المحاضرة العاشرة اللي هي تطبيق، هنبقى اتكلم فيها على تطبيقات على معادلة برنولي اللي احنا خدناها مع بعض في المحاضرة اللي فاتت. هنفتكر بس كم معلومة كده من اللي خدناهم قبل كده علشان دول هنستخدمهم في هذه المحاضرة ان شاء الله. احنا نفتكر ان احنا خدنا معادلة الكونسرفيشن، قوانين الكونسرفيشن اللي هي قانون بقاء الكتلة والطاقة وكمية الحركة. درسنا مع بعض الكونتينيوتي ايكويشن، خدنا الفلو انرجي ايكويشن اللي هي البرنولي، واتكلمنا عن التوتال انرجي لاين، ومنه اتكلمنا عن الهيدروليك جريدينت لاين. واحنا فاكرين ان التوتال هيد اللي هو بيساوي الاليفيجن هيد والبريشر هيد والفيلوستي هيد. المصطلحات دي كلها شرحناها بالتفصيل في المحاضرات اللي فاتت. دلوقتي هنعدي على كام واحده فيهم بشيء للتذكره وبعدين نبدا المحاضره بتاعتنا. خدنا قبل كده مصطلح اللي هو الستريم لاينز. الشكل اللي قدامنا بيورينا خزان ميه بيتم تفريغه، فالخطوط الزرقاء ديت بتورينا مسارات الميه وهي ماشيه. هنلاقي اسهم، الاسهم دي هي بتصور لنا اتجاه سرعه الميه او الاتجاه المماس للحركه بتاعت الجزيئات. علشان كده طبعا احنا كنا خدنا عدد مختلف من التعريفات اللي بتوصف حركه الجزيئات، لكن كان منهم ستريم لاين اللي هو الخط اللي بيماس حركة الجزيئات، اللي هو بيبقى ماشي مع الأسهم اللي احنا شايفينها دي. اتكلمنا على بعض المصطلحات المهمة اللي بتشكل في مجموعها الطاقة بتاعت حركة المواقع. احنا عارفين ان السبب الأساسي اللي بيحرك الفلويد من مكان لمكان، واللي بناء عليه بندرس حركة أي مية في ترعة في نهر في أي شيء، هي الطاقة أو فرق الطاقة ما بين نقطتين. فلما جينا نتكلم عن الطاقة بمكوناتها، عرفنا إن الطاقة بتتكون من كاينتيك إنرجي وبوتنشال إنرجي وبريجر إنرجي. لما اتكلمنا عن الكاينتيك، هي يعني بأبسط تعريفاتها هي الطاقة الناتجة عن سرعة حركة الفلويد. كل ما الفلويد السرعة بتاعته أعلى، طبيعي بتبقى الطاقة اللي فيه أعلى. والمعادلة اللي وصلنا لها هي إن الكينيتيك إنرجي بتساوي نص ام في سكوير. المكون الثاني من مكونات الطاقة للفلويد اللي هي البوتنشال إنرجي. ببساطة هي الفلويد ده على ارتفاع قد إيه من الديتم اللي إحنا واخدينه، وقلنا إن البوتنشال إنرجي دوت اللي هو ام جي زد، حيث ان زد ديت هي ارتفاع البادي بتاع الميه عن الديتم اللي احنا مختارينه. تالت جزء من اجزاء الطاقه اللي هو البريشر، وهو صفه من او يعني كميه من الطاقه موجوده في الفلويد نتيجه الضغط اللي هو متعرض له. وخدنا ان هو بيساوي جاما في اتش. وبعدين خدنا تعريف تاني مبني على التعريف السابق، اللي هو بعد ما اتكلمنا عن الانرجي كنوع من التبسيط وتسهيل حل المسائل، اتحولنا لتعريف تاني اللي هو اسمه الهيد. الهيد دوت هو الطاقة بس لكل وحدة أوزان من المائع. فلو قلنا إن الكاينتيك هيد كمقابل للكاينتيك انرجي، هو إن احنا بنقسم الكاينتيك انرجي على وحدة الأوزان بتاعة الفلويد. ولو طبقنا ده في المعادلة السابقة هنلاقي ان احنا بنقسم نص ام في سكوير على الوزن اللي هو ام في جي، هتكون النتيجة عندنا في الاخر ان احنا عندنا في سكوير على 2 جي. ده الكاينتيك هيد بتاع الفلويد. واحنا فاكرين ان الهيد دوت كان تعبير عن الارتفاع بتاعه. الهيد يعني ارتفاع، وكلما ارتفعت قيمة الهيد عند اي نقطة في الفلويد ده تعبير عن ارتفاع الطاقة، ويقدر نعرف منه الفلويد هيتحرك في اتجاه نقطة تانية أقل في الهيد ولا لأ. المركبين التانيين للهيد اللي هما البوتنشال هيد، ده اللي هو البوتنشال انرجي لما نقسمه على الوزن. نفتكر إن البوتنشال انرجي لسه قايلينه اللي هو ام جي زد، فلما نقسمه على الوزن اللي هو ام في جي هنلاقي إن احنا بقى معانا الهيد أو البوتنشال هيد كزد، كقيمة واحدة في الارتفاع. المكون الثالث اللي هو البريشر هيد، ده عباره عن البريشر انرجي مقسوم على وحده الاوزان. هنعوض في نفس المعادله هنلاقي ان احنا بقى معانا بي على جاما.
نفتكر ان احنا خدنا مع بعض معادلة برنولي. معانا هنا في السلايد تعريفين ليها. التعريف الاولاني هنقول ان برنولي بيقول ان مجموع الهيدز اللي احنا لسه قايلينهم الكاينيتيك والبوتنشال والبريشر عند اي فلويد بارتكل بيكون ثابت بطول الستريم لاين، ده في حالة ان الفلو بيكون ستيدي ومفيش انضغاطية في الماء، واحنا عارفين ان المية هي مائع غير قابل للانضغاط، فبالتالي بينطبق عليه هذه القاعدة بس بشرط ان يكون في ستيدي فلو. التعريف الثاني لمعادلة برنولي بيقولك ان التغير في الاليفيجن والبريجر هيد والفيلوستي هيد ما بين اي نقطتين، يعني هو برنولي ايكويشن دي هي معادله علشان نقدر بيها الاختلاف اللي بيحصل في اي مكون من المكونات الثلاثه لما يكون مائع بيتحرك، مع افتراض من معادله ايكويشن البرنولي ايكويشن اللي احنا قلناها قبل كده بتفترض حاجات منها ان مفيش انرجي لوس ومفيش انرجي جيند، يعني مفيش انرجي لوس، واحنا اتكلمنا عن بعض امثله الانرجي لوس زي الفريكشن، زي تغير القطر بتاع البايب اللي ماشيه فيها الفلويد، زي وجود محابس، زي اي شيء، كل اي عائق بيقلل بيعوق حركه الفلويد يعتبر لوسز. فالمعادله برنولي اللي احنا شفناها بتفترض ان مفيش انرجي لوس ولا انرجي جين. انرجي جين ضربنا عليها مثال بوجود بامب، البامب بتدي طاقه اضافيه للفلويد، ففي حاله عدم وجود بامب او عدم وجود فريكشن برنولي ايكويشن بتقول لنا ان مجموع المكونات الثلاثه للهيد بيبقى ثابت، المجموع دوت بيسمى التوتال هيد، فاحنا عندنا التوتال هيد بيساوي الكاينيتيك والبوتنشال والبريشر هيدز. والتمثيل بتاع هذا التعبير عن المعادله في المعادله اللي قدامنا ان الهيد اللي هي التوتال هيد بيساوي مجموع الهيدز الثلاثه اللي احنا قلناهم بيساوي كونستنت. اتكلمنا بعد كده على ما يسمى بالانرجي لاين. الرسمه اللي على الشمال بتورينا تطبيق على المصطلح اللي احنا لسه قايلينه. فيها بايب متغيره القطر باديه من الليفيجن ووصل الليفيجن اعلى منه. لو درسنا النقطه الحمراء ديت هنا وهنا هنلاقي ان احنا لو عايزين نقدر كميه الطاقه ما بين النقطتين دول عن طريق معادله برنولي هنلاقي ان التوتال هيد عند النقطه الحمراء اللي على الشمال هو مكوناته الثلاثه، الزد اللي هي ارتفاع النقطه دي عن الديتوم، والبريشر الضغط اللي متعرضه له النقطه دي. الضغط في العاده بيبقى موجود في الانابيب اللي بتتحرك تحت بريشر زي انابيب شبكه انابيب مياه الشرب، فالشبكات ديت بيبقى الميه فيها مش بتتحرك بالجاذبيه، دي بتتحرك مضغوطه، وبالتالي لو قسنا لو حطينا هنا اي وسيله لقياس الضغط هنلاقي ان احنا الميه بترتفع عن الليفل بتاع البايب بما يشير ويمكن قياس الضغط عندها. فالبريشر هيد عند النقطه دي هو البي على الجاما، ويبقى المكون الثالث اللي هو السرعه، ان الميه ماشيه هنا بسرعه، دي بايب والميه ماشيه فيها بسرعه ما، فلو قسمنا مربع السرعه دي على ضعف عجله الجاذبيه بيدينا الطاقة الكاينيتيك عند هذه النقطة، حضرتك تمام. فبالتالي التوتال هيد عند النقطة دي لو مجموع التلاتة لو رسمناه فوق بعض هنوصل للنقطة عند الخط الأحمر ده. لو مشينا مسافة ما وعايزين نقيس التوتال هيد أو التوتال يعني هيد عند النقطة دي هنطبق نفس الكلام. هنلاحظ طبعا ان هنا البايب مايله، فالزد او البوتنشال عند النقطه دي قيمته زادت. بما ان النظريه بتاعت او الكلام بتاع برنولي ان مجموع الثلاثه هيدز واحد ما بين النقطتين في حاله الاستيدي فلو، وبما ان الزد او البوتنشال زاد عند النقطه دي ده معناه ان هيحصل تقلص في التو اذر هيدز، يا اما البريشر يا اما الفيلوستي يا اما كلاهما، لان التوتال ثابت. وزي ما احنا شايفين هنا ان احنا عندنا حصل اختلاف، الاختلاف واضح اكتر في السرعه.
تمام. هنا السرعة قيمتها قلت كتير عن هنا، وده طبعا يعني حتمية نتيجة ان التوتال واحد. معادلة برنولي الحقيقة مش يعني مش شاملة، لان احنا افترضنا فيها زي ما قلنا ان مفيش اي لوسز للانرجي او للهيد، ودي حالة يعني اوفر ثيوريتيكال. الحقيقة ان الطبيعي ان المية لما تمشي في اي قطاع بيحصل فواقد، اقلها فواقد الفريكشن، لان مفيش سطح سموز يعني حتى يعني الى هذه الدرجة. فلو بصينا على الشكل اللي على اليمين هنلاقي عندنا هنا زي تانك طالع منه بايب، البايب متغيرة القطر وفي الاخر بتصب المية بتاعتها سواء بقى في نهر او بحيرة او ايا كان. في هنلاقي عندنا هنا الخط اللي هو الاستريت ده والخط الدوتد. الخط الدوتد اللي فوق هو توتال انرجي لاين. هنلاحظ ان بينما كان الانرجي لاين هنا خط مستقيم افقي، هنلاحظ ان الخط المنقط هنا مش افقي، لا هو في ميل، والميل ده بيزيد في بعض الاماكن وبيتغير وصولا الى منسوب اخر اقل من النقطة اللي بدأ منها. يعني هنلاقي ان هنا توتال انرجي لاين زي ما احنا شايفين فوق كده موازي لسطح التانك، سطح المياه في التانك، وصولا لهنا ان هو يعني كل دي حصل لوسز او فقد في الطاقه. مجموع الفقد دوت نتيجه كل ما مرت عليه الميه في المسار بتاعها، سواء فقد عند خروجها من التانك او عند تغير القطر او خلال الفريكشن المختلف. واتكلمنا على مصطلح تاني مهم قوي اللي هو الهيدروليك جريدنت لاين في الرسم على الشمال اللي هو الخط الاخضر، واتفقنا ان الهيدروليك جريد لاين اللي هو التوتال انرجي لاين بس مع اهمال السرعه، مركب السرعه. يعني هيبقى عندنا احنا يعني بنفترض ان احنا عندنا لاين، ده خط وهمي احنا اللي بنرسمه، عباره عن مجموعه كل من البريشر هيد والبوتنشال هيد زي ما احنا شايفين كده. فهو لاين هيمشي تحت بطبيعه الحال هو اقل من خط الانرجي لاين، وده طبيعي لان هو الطاقه اللي بيمثلها اقل من الطاقه التوتال، لان هو من غير الفيلوستي هيد. ده معناه او ده خلينا نعرف ان في حاله ان الميه ساكنه السرعه بصفر، يعني في حاله سكون الميه انا اتوقع ان الهيدروليك جريد لاين هيتطابق فوق الانرجي جريد لاين. طب هل ده ممكن؟ اه ممكن. لو بصينا على الشكلين اللي على اليمين، الشكلين دول بيفترضوا ان في تانك بيصرف على بايب. في التانك احنا بنفترض ان السرعة صفر ثابتة نتيجة كبر المساحة وببطء هبوط المية وكده. عشان كده في الحالة دي هنلاقي التو لاينز دول الستريت والدوتد متطابقين موجودين هنا، ونفس الكلام هيبان برضو في الشكل الملون اللي تحت ان الخطين متطابقين عند نقطة البداية، وبعدين الفرق بينهم بيزيد مع الفرق السرعة يعني. فخدنا يعني ان احنا معانا توتال انرجي لاين وشفنا ازاي نرسمه، وهيدروليك جريد لاين وشفنا ازاي نرسمه، والرسمه دي من المحاضره اللي فاتت واتكلمنا فيها عن الفلوسز المختلفه. ننتقل للكلام عن التطبيقات على المعادله البرنولي. لو بدانا بحاجه كلنا شفناها مثلا في الافلام، ان لما بيبقى في اعصار بنلاقي ان سطح البيت خصوصا البيوت اللي هي اكواخ ديت نلاقي السطح بيطير لفوق. الحقيقه لو تاملنا ان دايما السطح بيطير لفوق، مثلا مش بيقع على جنب ولا بيقع جوه البيت، ده يخلينا حتى من قبل ما نعرف معادله برنولي لو فكرنا شويه هنقول ان ده معناه ان الضغط فوق السقف بقى اقل من الضغط تحت السقف. هو دوت اللي ادى الى دفع السقف لفوق. طيب لو جينا بقى نفكر في الموضوع من حيث تطبيقات المعادله بتاعت برنولي للفلويدز المختلفه، واحنا عارفين طبعا ان الهواء هو من اساس من يعني من اول الفلويدز، هنلاقي ان احنا هنطبق المعادله ديت زي ما احنا شايفين كده، ان البريشر على الجامد اللي هي المعادله مكونات الهيدز المختلفه، هنلاقي ان سرعه الهواء فوق البيت اعلى بكتير جدا 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 من جوه البيت نتيجه ان في اعصار. فرق السرعه ده يعني لو بصينا، لو اعتبرنا ان هنطبق الترم اللي على الشمال
في النقطة اللي فوق سطح البيت والترم اللي على اليمين في النقطة اللي جوه، هنلاقي إن السرعة الكبيرة جدا على اللي فوق سطح البيت، وبما إن هما متساويين ده معناه إن في حاجة تانية هتنخفض. يعني لو مجموع التلاتة دول بيساوي مجموع التلاتة دول مع إهمال الزد، يعني الفرق في الفيجن مش كبير، يبقى طالما في كبيرة جدا يبقى معنى كده إن البريشر هيبقى قليل عشان يتساوى مجموع الاتنين دول مع المجموع اللي على اليمين اللي هو هنا. بما إن في كبيرة يبقى الضغط قليل، ده معناه إن هيحصل انخفاض كبير في الضغط فوق سطح البيت. الانخفاض في الضغط هو ببساطة هو ده العامل اللي بيشد السقف اللي فوق. نشوف مع بعض نموذج تاني. إن أنا لو يعني اعتبرت التانك دوت هو يعني نموذج للسد، فأنا في التانك هنا عندي التانك مليان من الناحية دي وطالع منه بس جزء وفي فتحة. هنلاحظ في الحالة الأيديال إن الفتحة دي بتطلع منها مية وتتحرك رأسيا لغاية لما يتساوى سطح المية ده مع سطح المية اللي جوه التانك. وأنا بقول أيديال لأن أنا برضو بفترض إن مفيش أي لوسز من أي نوع. الحقيقة هو ليه هنا حصل تساوي في مستوى سطح المية ده مع مستوى سطح المية في الخزان؟ زي ما خدنا قبل كده إن هيبقى فقط يعني جاست تحت الفتحة اللي هنا في ضغط، الضغط ده بيساوي نفس الـ H اللي هي ارتفاع المية، وبالتالي الضغط ده من تحت مش هيتساوى إلا مع H. يعني إحنا قلنا الثلاث مكونات، فعلشان يحصل يعني تكافؤ للطاقة، فبما ان انا هنا عندي بريشر يبقى انا هنا لازم يتساوى ان انا عندي اتش علشان يتساوى السيستم بتاع الطاقة. لو شفنا حالة رياليستيك اكتر شوية، فالسد لما بيبقى مليان مية بتتفتح البوابات بتاعته بنلاحظ ان المية بتندفع لفوق جدا. ده نتيجة فرق الضغط ما بين الناحيتين، ان الناحية اللي هي ناحية البحيرة او ناحيه الخزان بتاع الميه بيبقى فيها اتش عاليه جدا، الاتش ديت بتسبب ضغط كبير عند المستوى بتاع الفتحه، فبالتالي الضغط ده بيتنقل ويؤدي الى حدوث سرعه كبيره جدا دفع للميه. هنلاحظ ان السدود بقى فكرتها انها بتيجي تستغل السرعه الكبيره الناشئه ديت وتركب توربينات. التوربينات دي بتاخد بتكتسب طاقه الحركه بتاعه الميه وتحولها لطاقة كهربائية، وبالتالي هتلاقي المية بتخرج طبيعي في يعني بدرجة سرعة عادية جدا رغم ان في فرق بريشر. السبب في كده ان فرق الطاقة اللي كان المفروض ينشأ عنه اندفاع للمية بتاخده هذه التوربينات لتوليد الكهرباء. طيب هنشوف دلوقتي مع بعض حل لبعض الأمثلة، بس قبل ما يعني ما نخش في الخطوات الحل عايزين نشوف منهجية الحل، ازاي نحل مسألة من مسائل برنولي. أنا دلوقتي لو عايز أحل مسألة من المسائل برنولي زي مثلا المسألة اللي قدامنا ديت، إن أنا عندي تانك طالع منه سيفون، سيفون يعني هي بايب اللي إحنا شايفينها دي كوسيلة لتفريغ الخزان. يعني هنفترض إن الخزان ده بول أو بحمام سباحة مثلا، وعايزين نفرغ المية منه عن طريق هذه البايب. فعايزين نشوف مع بعض عبر هذه الخطوات ازاي نقدر نحل مسألة زي دي. الهدف ان انا عايز اعرف الديسشارج اللي بيطلع من هنا قد ايه، وعايز اعرف محتاج يعني فرق الضغط قد ايه. انا هنا مفترض ان انا عارف كل الاليفيجنز المختلفة، كل الاطوال معايا، كل الاقطار معايا، كل معلومات متوفرة. انا عايز اعرف الكيو هنا كام، وبناء على كيو دي هقدر احسب اشوف التانك ده هيتفضى بعد وقت قد ايه. بشكل عام الخطوات الحل يعني اللي هي مكتوبه قدامنا هنا، ان انا في الاخر ببتدي ان انا بدور على انهي يعني بدور عايز يعني في المسائل اللي زي دي بيبقى انا عندي معلومات وعندي حاجات مجهوله. بيبقى عندي مثلا انا عارف هنا الفيجنز، عارف هنا المناسيب المختلفه، وبيبقى المجهول عندي هو الديسشارج. فبتبقى خطوة أول خطوة إن أنا أكتب بوضوح أنا إيه اللي أنا عارفه وإيه اللي أنا عايز ألاقيه، وبعدين بشوف هطبق المعادلة البرنولي على أنهي جزء. زي ما إحنا شايفين هنا أنا عندي حتت كتيرة
يمكن ان هي تتطبق عليها معادله برنولي. معادله برنولي زي ما احنا شفنا هي بتتطبق ما بين نقطتين. بما ان هي تطبق ما بين نقطتين، لو بصيت على المساله اللي عندي هلاقي ان عندي نقطه A و B و C و D و E و F. معنى كده ان انا ما اقدرش اطبقها معادله برنولي على كل هذه النقط مره واحده، فانا هختار نقطتين بس اطبق فيهم المعادله عشان انا عندي معلوم اعرف منه مجهول. يعني مثلا ببقى عارف عند واحد الضغط فبطبق المعادله عشان اعرف السرعه عند الثاني، وبعدين من الثاني اعرف حاجه عند الثالث، وهكذا، وافضل ماشي لغايه لما اوصل للنقطه اللي انا بدور فيها على شيء مجهول. ثالث خطوه ان انا بكتب معادله للنقطتين، بكتب القانون يعني للنقطتين اللي انا قررت اقارن بينهم، واعوض فيه واحسب قيمة البريشر والسرعة والضغط وأيا كان، أي يعني الشيء اللي أنا بدور عليه. بعد ما بكتب المعادلة، في الطبيعي لو أنا عرفت أختار النقط صح، أنا بختارها بحيث إن أنا أكنسل حاجات مع بعضها. يعني مثلا بختار نقطة اللي عندها الضغط هو الضغط الجوي عشان أشيل البارامتر بتاع البريشر، أو بختار نقطة السرعة عندها معلومة علشان ما تبقاش مجهولة. إحنا شايفين المعادلة تتكون من 6 بارامترز. الستة دول هم عندي أنا، الستة بارامترز دول أنا عندي مش هقدر أحلهم، فبدور على النقط اللي تخلي يا إما أنا عارف الرقم يا إما أقدر أكنسله. تمام، هي دوت المقصود بسيمبليفاي ذا إيكويشن. وبعدين مطلوب إن أنا أحل المعادلة، وده شيء طبيعي يعني بعد لو أنا مختارها صح والأرقام معايا بحل المعادلة، وبالتعويض بعرف قيمة المجهول اللي أنا بدور عليه، وبكده أقدر أنتقل إن أنا أطبق نفس المعادلة ما بين نقطتين تانيين بالمعلومة الجديدة، فأستنتج حاجة مجهولة تالتة، وهكذا أقدر أتحرك ما بين النقط اللي عندي. تعالوا نشوف مسألة مع بعض. هي فيها إن أنا عندي تانك وريسرفوار ونوزل. النوزل مقصود بيه الفتحة ديت اللي هي بتخرج منها المية. التانك أو الريسرفوار اللي هو البادي بتاع المية دوت، وفي كمان عندنا السيفون اللي هو فكرة إن المية تطلع في بايب وتخرج، ده هو اسمه السيفون. هنشوف مع بعض دلوقتي شوية رولز أو قواعد تساعدنا في حل المسائل زي المسألة اللي قدامنا هنا. أولا نبص على المسألة كده، هنلاحظ حاجة، هنلاحظ إن التانك بتاعي واضح كده من الشكل دوت إن هو معرض للضغط الجوي. السؤال كان هل A دي معرضة للضغط الجوي ولا لأ؟ لو بصينا على الشكل التفصيلة الصغيرة دي بتقول لنا في هواء هنا فوق المية. طيب يبقى أنا عندي هنا هواء فوق المية، أعرف منه على طول إن البريشر عند النقطة A دي بيساوي صفر. طيب لو أنا رحت عند النقطة F اللي هي فقط أو على طول بره النزل، هلاقي إن النقطة دي برضو متعرضة للضغط الجوي. أنا كده بدأت أشوف يعني بعض الهنس لنقط لو بدأت منها هيبقى عندي معلومات. القاعدة اللي معانا بتقول إن أنا لو عندي فلويد عند ريفرنس بوينت، ريفرنس بوينت إن إحنا عارفين بما إن إحنا عندنا كلمة زد وعندنا اتش بنستخدمها، فأنا الاتش دي هي ارتفاع رأسي بيكون ما بين نقطة والديتم. فمسألة زي اللي قدامنا هنا إحنا مختارين الديتم زي ما إحنا شايفين بالنسبة للنقطة اللي بتمر بالإي والإف مع بعض. الديتم ده يا إما بيجي جاهز في المسألة يا إما أنت بتفترضه، لكن بيبقى واضح ومباشر. يعني أنا بما إن عندي هنا النقطتين دول هم أوتر نقطتين، فأنا باخد خط أفقي هو ده اللي بعتبره الديتم للاتنين. فهنا القاعدة بتقول إن أنا لو عندي الفلويد عند الريفرنس بوينت ديت كده بيتعرض للضغط الجوي، يبقى الضغط عنده بيساوي صفر، وفي الحالة ديت البريشر هيد ممكن يتم كنسلته أو إزاحته من معادلة برنولي. فالقاعدة دي تتطبق إن أنا عندي هنا البريشر بيساوي صفر، فأقدر أشيله، وكمان هنا عندي البريشر بيساوي صفر. لو بصينا تاني على بارامتر تاني أو قاعدة تانية عايزين نشوفها مع بعض. القاعدة بتقول إن بما إن أنا هنا عندي جسم كبير من المية، إحنا بنكمل حمام سباحة وده خرطوم المية، فطبعا الكروس سيكشن بتاع او المساحة بتاعت خرطوم المية ضئيلة جدا جدا بالنسبة لمساحة سطح الحمام السباحة. بيقول لك ان انت في الحالة اللي زي كده ان انت ممكن
السرعة الفيلوستي هيد عند السيرفيس بتاع التانك، يعني عند النقطة ايه دي؟ احنا اتفقنا طبعا انها زي اي نقطة بيبقى عندها فيلوستي هيد. بيقول لك في حالة زي كده، بما ان يعني السرعة بتاعة هبوط سطح التانك ادنى بكثير من السرعة اللي المية ماشية فيها جوه هذا البايب او جوه هذا الخرطوم، بيقول لك الحالة ديت انت ممكن تهمل الفيلوستي كومبوننت. اهو بيقول لك هنا التانك دوت كويت لارج كومبيرت تو ذا سايز اوف فلو اريا اوف ذا بايب، والسرعه عند السطح بتاعها السرعه هنا يعني سرعه نزول الميه هنا مقارنه بسرعه صعود الميه يمكن يعني اعتبارها انها بتساوي صفر. ده سببه ايه؟ ان الفيلوستي بيساوي الكيو على الاي، تمام؟ وبما ان الاي هنا كبيره جدا، اذا يعني هي نفس الكيو اللي بتنزل من هنا هي الكيو اللي بتعدي في البايب، وبما ان السرعه بتساوي كيو على ايه، فهنا الاي صغيره فالسرعه هتزيد، بينما هنا الاريا كبيره جدا فالسرعه هتبقى قيمه يمكن اهمال. ماشي، فادي القاعده الثانيه اللي بتساعدنا في تبسيط معادله برنولي عند حل المسائل دي. معانا قاعده ثالثه، لما نكون بنحل نقطتين موجودين جوه نفس البايب. انا عندي بايب هنا فيها سيستم او فيها ميه ماشيه، هنلاحظ حاجه ان انا عندي في شروط معينه. لو البايب دي القطر بتاعها واحد يونيفورم، وده متوفر في المثال اللي معانا، والفلو هو ستدي، ودي برضو الحاله اللي معانا، بينتج عن كده ان السرعه عند النقطه بي بتساوي السرعه عند النقطه اي، تمام؟ بما ان السرعه متساويه عند النقطتين، يبقى انا لو طبقت معادله برنولي ما بين النقطه دي والنقطه دي، يبقى اذا الفيلوستي كومبوننت يمكن يعني حذفها. احنا هنا بنحذف الكومبوننت حتى من غير ما نحسب، يعني بيغنينا هذا عن حساب السرعه. وهو بيقول لك اهوت، لما نقطتين هنطبق بينهم معادله برنولي كلاهما داخل انبوبه من نفس السايز، الفيلوستي هيد عند كلا نقطتين متساوي ويمكن اهماله. خلاص، بعد ما عرفنا مجموعه القواعد دي، تعالوا بقى نشوف المساله اللي كانت معانا وازاي نحلها. بيقول لك سيفون هو يستخدم لتفريغ الميه من حمام سباحه. البايب اللي بيتم التفريغ منها قطرها 40 مللي وبتنتهي بنوزل القطر بتاعه 25 مللي، اللي هي نفس المسألة يعني اللي احنا شايفينها. ادي البايب 40 وادي النوزل 25. القواعد اللي احنا خدناها مع بعض هتخلينا نكتب البي والفي زي ما احنا شايفين كده. وبيقول لك افترض ان مفيش انرجي لوسز، احسب كذا كذا. طالما قال لك مفيش انرجي لوسز، يبقى هو بيقول لك طبق تطبيق مباشر لمعادلة برنولي. بيقول لك احسب الفوليوم فلو ريت ثرو السيفون والبريجر عند نقطتين بي و اي. يعني هو بيقول لك احسب الديستشارج اللي خارج من هذا الخرطوم، وكذلك بيقول لك احسب البريجر عند النقاط كذا وكذا. لو بدأنا هنقول ان احنا عندنا الضغط عند النقطة اي والضغط عند النقطة اف كلاهما بيساوي صفر باسكال نتيجة التعرض للضغط الجوي. وكمان يعني الكلام ده طبعا لما نيجي نحل لازم يتكتب صراحة يعني. تاني حاجة هنقول بوضوح إن السرعة عند إيه إذا almost zero بسبب السيرفيس أريا أو ذا بول إذا ريلاتيفلي لارج كومبيرت تو ذا بايب، تمام؟ نفس الكلام اللي إحنا قلناه بس لازم يتكتب. وبالتالي أدي المعادلة هي بتاعة برنولي، الكومبوننت بتاع البريشر والبوتنشال والفيلوستي للنقطتين. أنا هنا أنهي نقطتين اللي أنا بشتغل عليهم؟ بشتغل عند إيه وإف. ليه إيه وإف؟ لأن أنا عندي أكتر نقط أنا عندي معلومات عنه. يعني المعلومات هنا في البريجر والفيلوستي وهنا في البريجر، مش هنلاقي المعلومات دي متوفرة عند باقي النقط. فلما هعوض في المعادلة واحذف الثلاثة بارامترز دول، هيبقى لي ثلاثة بارامترز تانيين، وده أفضل حاجة ممكن أوصل لها يعني. هنلاقي المسألة كمان مديانا أطوال أو ارتفاعات ومتقاسة بالمتر. الأطوال أو الارتفاعات دي هتمكننا كمان إن احنا نبقى عارفين الزد A والزد F، وبالتالي هتبقى عندنا في المعادلة مجهول واحد نقدر نحسبه.
انا عندي هنا بما ان هما الثلاثه كومبوننت دول الفاضلين هقدر يعني اقول انا بدور على السرعه عند اف لان انا مطلوب مني الديسي تشارج عند اف. فانا لو عرفت بما ان انا عارف الدايمتر يبقى انا لو عرفت السرعه كمان يبقى انا كده عرفت الديسي تشارج. من الثلاث معلومات دول عرفت معادله الاف الفيلوستي مجرد يعني تبديل للرموز. وبعدين الشكل دوت لو مقصود بيه الاطوال يعني انا هقدر اعرف منه ان فرق المنسوب ما بين النقطه A والنقطه F هو 3 متر. يبقى انا عندي هنا السرعه عند F اقدر احسبها وهتطلع لي بالقيمه ديت. وبعدين علشان اعرف الديسشارج اللي هو المطلوب عند النقطه كل اللي هعمله ان انا هعوض في المعادله اللي احنا عارفينها بتاعه الكونتينيوتي. فبقى انا كده عرفت الديسشارج عند النقطه ديت. اما بالنسبه للمطلوب الثاني اللي هو البي والاي فانا يعني ببساطه هعوض ما بين النقطتين البي والاي النقطه بي ديت والنقطه اي ديت. بس لما هاجي بقى اشتغل على المقارنه بينهم انا هنا واخد بالي ان الاثنين دول ماشيين في بايب واحده وستدي فلو. يبقى انا اقدر في الحاله ديت ان انا اشيل انا هنا علشان يحل ما بين نقطه بي واي الاول بيقول لك احلها بالنسبه لبي. بمعنى ايه في الاول احلها بالنسبه لبي؟ انا دلوقتي بقى عندي الدي سي تشارج معلوم فبقيت انا عارف الحل عند النقطه ديت. وبما ان النقطه هو عايز يوصل من بي لاي بس الفكره ان هو المعلومات اللي عنده متوفره فين؟ المعلومات اللي عنده متوفره عند ايه؟ فبيقول لك اول حاجه هنعوض في المعادله ما بين A وبي ماشي علشان يوصل للسرعه عند بي. يعني زي ما قلنا هيمشي خطوه بخطوه يعني. فبما ان المعادله هتتعوض في 3 بارامترز بتوع الاي و3 بارامترز بتوع البي احنا عارفين البريشر عند A بيساوي صفر وانا عندي الفيلوستي عند A بتساوي صفر. انا هنا عندي ان A وB عند نفس الليفل زي ما احنا شايفين A وB عند نفس الليفل فبالتالي شال الليفيجن بتاع A مع الليفيجن بتاع B تمام. فبقى عنده فقط التو بارامترز دول ان الضغط عند B زائد السرعه سكوير عند 2G عند نفس النقطه بيساوي صفر. تمام. لما هيعوض في المساله مع معلوميه ان هو طيب دلوقتي انا عندي مجهولين البريشر والفيلوستي عشان احل المساله هستفيد من اللي طلع لي من الحل اللي فات. الحل اللي فات هو الديسي تشارج. الديسي تشارج لو قسمته على الاريا بتاعت البايب يبقى انا كده عرفت سرعه الميه اللي ماشيه جوه البايب اللي هي نفسها السرعه عند بي لان بي هي نقطه داخل البايب. دلوقتي انا عرفت السرعه هنا ما بقاش عندي غير مجهول واحد في المساله اللي هو الضغط. لما هعوض هيطلع لي القيمه بالسالب. السؤال هل ده منطقي ولا لا ان يطلع لي الضغط بالسالب جوه البايب؟ الحقيقه بما ان انا بتكلم على سايفون فطبيعي ان انا يبقى عندي قيمه سالبه لان هي كان بيحصل شفط للميه عشان تمشي جوه هذا البايب. هي مش ماشيه بالجاذبيه هي ماشيه بالنيجاتيف بريشر. تمام. وبعدين بقى نكمل الحل من بدايه من النقطه بي ونمشي في بقيه النقط اتجاها لاخر البايب ونحل كل المسائل بنفس الطريقه دي. موضوع تاني معانا النهارده مهم جدا اللي هو خروج الميه من التنكات بيتم من خلال فتحات باشكال مختلفه. هنلاحظ ان شكل الفتحه بيأثر على شكل الميه وهي خارجه. يعني مثلا هنشوف دلوقتي امثله متعدده. فشكل الفتحه دوت بيأثر على سرعه الميه اللي خارجه وبالتالي بيأثر على الديسي تشارج. ده هيمنعنا ان احنا نطبق المعادلات البسيطه اللي احنا عارفينها من الاول. فهيستلزم علينا ان احنا ناخد في اعتبارنا احد البارامترز اللي هي بتتحكم في سرعه الميه او يعني عشان تعبر تعبير صحيح يعني. فلو خدنا اول حاجه اسمها سمول اورفيس اللي يعني فتحه صغيره في جدار التانك زي ما احنا شايفين هنا كده ان انا عندي خزان طالع منه يعني في فتحه صغيره بتخرج الميه. الميه بيبقى شكلها خارج كده السرعه والدايمتر هي ديت العناصر الاساسيه. لو طبقنا معادله برنولي
ما بين النقطتين واحد واتنين، واحد اللي هي على السطح على وش المية، واتنين اللي هي فقط بمجرد يعني خروج المية من التانك. بنفس المبدأ اللي احنا لسه شارحينه في المسألة اللي فاتت، الضغط عند الوش هنا بيساوي صفر والسرعة بتساوي صفر، فمش هيبقى من الطاقة مكونات الطاقة عند سطح المية إلا الاتش، الاتش اللي هو ارتفاع المية. لو هساويه بالنقطة ديت هلاقي إن أنا عندي هنا على العكس، عندي هنا الضغط بيساوي صفر والإليفيجن بيساوي صفر اللي هي الاتش يعني. أنا بعتبر، خدوا بالكم هنا، إحنا هنا الديتم مش معطى لينا، تمام؟ مفيش حد قال لي إن الديتم هنا ولا تحت ولا في أي حتة، فأنا بفترضه في المكان اللي سهل عليا الحل. في الحالة دي أنا عندي نقطة هنا ونقطة تحت، فأنا عايز أقلل الترمز بتاعت المعادلة. فلو أنا افترضت الديتم هنا، يبقى أنا كده خلاص هيبقى الزد عندي عند النقطة دي بيساوي صفر، يبقى أنا شلت من على دماغي البوتنشال هيد بتاع نقطة الخروج. فبالتالي بما إن الضغط بيساوي صفر والديتم بيساوي صفر، أدي التو زيروز أهمت، هيبقى عندي فقط السرعة، سرعة المية اللي خارجة. فأدي المعادلة هتبقى إن الإتش بيساوي في سكوير على 2 جي، وبالتالي يبقى أنا كده عرفت سرعة المية كبارامتر في الإتش. كل ما الإتش عندي أبقى أنا عارف القيمة بتاعته أو أقيسها، يبقى أنا كده أقدر أعرف السرعة اللي خارجة. وده يعني حاجة منطقية، إن أنا معنى كده إن كل ما ارتفاع المية في التانك بيزيد، يبقى أنا عندي سرعة خروج المية من الأورفيس دي بتزيد. وده منطقي يعني، لما التانك لو وصل لمرحلة إن هو يعني يدوبك عند وش الفتحة، فطبيعي السرعة تبقى أدنى بكثير من لو التانك مليان على آخره. الفكرة بقى إن الأورفيسز ديت الفتحات مش دايما بتبقى خط مستقيم، ساعات بيبقى شكلها زي ما احنا شايفين كده كأنها حادة الحادة. ده هيؤدي إن اللاينز أو ستيم لاينز اللي خارجة من التانك ما بيبقاش شكلها خط أفقي، بيبقى زي ما احنا شايفين كده كيرفت. الكيرفتشر اللي فيها دي بتخلي كما لو كان القطر اللي المية بتخرج منه، أو يعني السيركل اللي المية بتخرج منها أصغر من السيركل اللي هي نفس فتحة التانك. يعني ناخد بالنا إن إحنا افترضنا في المسألة اللي فاتت إن لو القطر بتاع البايب مثلا 3 سنتي، فإذا قطر خروج المية هو 3 سنتي. الحقيقة مش دايما كده، لأن الأورفيس أو الفتحة لأسباب تتعلق بالتصنيع بيبقى ساعات بيبقى شكلها زي ما إحنا شايفين. فزي ما قلت لكم هيبقى قطر المية اللي خارجة أقل من قطر الفتحة، زي المنظر اللي إحنا شايفينه ده. ده يؤثر معانا في ايه؟ بما ان المساحة خروج المية قلت، يبقى بالتالي الديسي تشارج هيتغير. بيطلع لنا هنا بقى معامل مهم قوي اسمه coefficient of contraction. ده معامل نتيجة فرق المساحة ما بين النقطتين دول. المعامل ببساطة بيساوي فرق المساحة على المساحة، يعني المساحة الاكتوال اللي المية خارجة منها على المساحة الثيوريتيكال. وبما ان المساحه الاكتوال اصغر، فيبقى انا متوقع ان الكوفيشنت هيطلع اقل. انا دلوقتي بس الاحظ حاجه، انا عندي اتنين كوفيشنت، واحد جيومتريكال اللي هو نسبه المساحه اللي تخرج منها الميه الى مساحه الفتحه، والتاني فيلوستي اللي هو نسبه الاكتوال فيلوستي على الثيوريتيكال فيلوستي. التو كوفيشنتس دول هما كوفيشنت اوف كونتراكشن وكوفيشنت اوف فيلوستي زي ما احنا شايفين. وبالتالي الكوفيشنت ده هو رقم هيستخدم في حساب القيم الحقيقية. فأنا عندي هنا الديسشارج اللي هو المفروض A في V، بما إن الـ A اتغيرت فأنا هضرب الـ A في coefficient of contraction عشان أوصل للـ A الأكتوال. وبما إن ده المفروض إن هي السرعة فقط 2 جذر 2 جي اتش، إلا إن وجود coefficient of velocity يبقى هتضرب فيها الـ A. يبقى بالتالي انا عندي الكيو الديسشارج بتساوي، هنضرب المعاملين في بعض نضربهم في الديسشارج اللي كان المفروض يكون، تمام؟ في مراجع كثيره يعني حصل ضرب التو كوفيشنتس دول بيستخدم مع بعضه ككوفيشنت اوف ديسشارج، تمام؟ والكوفيشنت اوف ديسشارج دوت اهوت يعني مجرد تبديل لل رموز، هيبقى بيساوي كيو على A جذر 2 جي اتش.
في نظام تاني من أنظمة تفريغ المياه من الخزانات أو بيسمى اللارج أورفيس. زي ما احنا شايفين الفتحة هنا كبيرة وبالتالي على شكل مستطيل، ده هينعكس ان انا هيكون عندي ديسيل شارج ليه معادلة مختلفة. اظن في باشمهندس عايز يسأل سؤال عن حاجة، سامع الصوت كده، في سؤال؟ طيب ماشي. عندي نظام تاني من أنظمة التفريغ اللي هو اللارج أورفيس ديسيتشارج، إن أنا عندي هنا المية بتخرج من مساحة كبيرة وبالتالي هيبقى عندي معادلة مختلفة. المعادلة المختلفة دي نتيجة إن الفتحة كبيرة، فيبقى عندي في فرق في القيمة ما بين اتش فوقها واتش تحت، الاتش دي بيبقى فرق كبير يعني، فالاتنين بيتاخدوا في الاعتبار مع الكوفيشنت اوف ديسيتشارج علشان نطلع الكيو. في أشكال مختلفة، الموضوع يعني متفرع كثيرا، يعني هنلاقي إن يعني عندنا معادلات متعددة. حقيقة يعني صعب جدا يطلب من المهندسين إن هم يحفظوا كل المعادلات دي زي ما إحنا شايفين كده، لأنها حتى بتبقى جاية من تجارب يعني إكسبيرمنتس كثيرة يعني. فهيبقى في عدد محدود بس هو المطلوب حفظه، وبقية المعادلات يعني مثلا إحنا هنا شفنا إن الكوفيشنتس اللي في المعادله دي امرها بسيط جدا، ومجرد يعني ان هي اريا على مقسومه على اريا وفلوستي على فلوستي، فهي مباشره جدا يعني، مفيش صعوبه فيها في تقدير او حفظ المعادله يعني. وبس هنطلب حفظ المعادله دي وخلاص كده يعني، بلاش ايه نخش في التعقيدات. بمعنى لو جت مساله فيها احتياج لمعادله اعقد من كده هيتم ذكر المعادله بوضوح يعني. تمام. في مثال تاني، ان انا لو عندي عملية تفريغ دي زي ديت ممكن تبقى مناسبة جدا لو انا عندي بوابة في مجرى مائي او سد بيتفضى او كده، بتبقى هنا نموذج برضو التطبيق معادلة برنولي. بطبق هنا ما بين جوه المنشأ او جوه التانك او جوه السد وبراه. القصة يعني حتى احنا لو تخيلنا نفسينا الناس اللي هم اصلا عملوا البارامترز ديت، لو احنا تخيلنا ان احنا هم يعني وعايزين نعرف هي بتيجي منين، هنلاقي ان الشيء الاساسي اللي هو يقدر يقيسه وبناء عليه يلاقي هذه الكوفيشنتس هو الاتشات، اتش 1 واتش 2 والفرق بينهم، عشان كده هنلاقي هي المعادله ماشيه في هذا النطاق يعني. في برضو يعني محتاجين ناخد فكره برضو ان في بايبس يعني زي ما احنا شايفين كده لتفريغ التنكات. بناء على ذلك يعني بيتم بناء على شكل يعني بصوا نلاحظ الفرق ما بين الصوره اللي على اليمين والصوره اللي على الشمال، هو الايدج بتاع البايب بتاع الجدار مع البايب اللي بتاعت التفريغ. هنلاقي هنا الايدج على شكل زاويه قايمه، وهنا الايدج على شكل كيرفيتشر. لما كان الايدج زاويه قايمه هنلاقي ان الميه عايزه تخرج، فاضطرت تمشي كده زي ما احنا شايفين بالشكل الكيرف دوت، مما ادى الى هنا هيبقى فيه فراغ او هواء. تمام. وبعدين الميه تخرج منه. اما في حاله الكيرفتشر فالميه بتخرج سموث بسهوله. لو احنا حبينا نحلل شويه اللي احنا شايفينه دوت ونتخيل يعني ايهما اي شكل من الاثنين يخلي حركه الخروج اسهل وأقل في الفواقد، سهولة الخروج أو صعوبته، معنى إن الخروج صعب معنى كده إن الفلويد هيخسر طاقة، هيبذل طاقة كبيرة علشان يعرف يخرج من هذه المشكلة أو هذا يعني السيستم يعني. فزي ما إحنا شايفين هنا الفلويد بيعدي من حتة شارب إيدج ويحصل فريكشن ودوامات عند الهواء، ده يؤدي إن بيحصل لوسز كتير في الطاقة. أما الناحية دي فهتلاقي الستريم لاينز ماشية سموث كده والمية بتخرج. طب ده هينعكس معانا في ايه؟ ينعكس معانا في الكوفيشنت اوف فيلوستي وبالتالي كوفيشنت اوف ديسيتشارج. في الحاله ديت هنلاقي ان الكوفيشنت 0.82 يعني الطاقه بتاعت الفلويد خسرت 18% من قيمتها
عشان تعرف تخرج من الخزان. انما هنا هنلاقي الكوفيشنت 98%، يعني فقدت فقط 2%. يعني انت لو اتسالت ليه الفوائد هنا اكتر من هنا، كده انت تعرف تجاوب ان شاء الله. اشكال مختلفة عندي هنا بناء على اختلاف الشكل دوت، يبقى انا اقدر يعني هيبقى برضو عندي توقع لفرق الشكل في الكوفيشنز. نفس الكلام الاشكال اللي زي ديت اللي فيها كيرفات، بيبقى طبعا البارامتر اللي فيها معتمد على السيتا او الزاوية. نفس الكلام بس هنا البايب للداخل فبيتغير بناء على كده، وهنلاحظ ان انا هنا عندي يعني كوفيشنز نزلت جدا، بقت اهي بوينت نص، يعني ده يقول يعني في فرق كبير جدا. الفرق ده جاي منين؟ احنا عارفين ان السي سي ديت اللي هي الكوفيشنت اوف كونتراكشن دي بتبقى نتيجه فرق الديامتر او الاريا المايه بتخرج منها. في الحاله اللي احنا شايفينها هنا زي ما احنا شايفين الفتحه اساسا كان قطرها دي، لكن على ما بقت الميه بتخرج منها بقت اصغر بكتير، اصغر بمعنى انها تقريبا بقت النص. المساحه اللي الميه بتخرج منها هنا نص المساحه الكليه المفتوحه. ده خلى الكوفيشنت اوف كونتراكشن صغير الى هذه الدرجه. هنا تم يعني زياده الطول، هنلاحظ الفرق ان دي ثلاث او ضعف او ثلاث اضعاف دي، فده خلى الميه بتخرج بالقطر كله. فده علّى قوي الـ coefficient of contraction، قلّب واحد يعني مفيش فقد في الاريا، لكن في تخفيض للسرعة. التخفيض ده جاي إن بيحصل هنا دوامات وفريكشنز بتعاكس حركة المية، وبالتالي بيحصل فواقد في السرعة. عندي كمان موضوع اللي هو لو أنا عندي خزان بيتم تفريغه من المية، ومطلوب مني أعرف الخزان ده هيفضى بعد مدة قد إيه. هنلاقي ان انا عندي هطبق برضو المعادلات اللي معايا. انا دلوقتي المفروض عارف الكيو، معادله الكيو بتاع خروج الميه من التانك، ان هي بتساوي coefficient of discharge في الاريا في جذر 2 جي اتش زي ما قلنا قبل كده. التانك اللي عندي ده ايه البارامترز اللي فيه؟ في عندي ان هو يكون بيتم املاؤه بانفلو، الميه تكون يعني في نفس الوقت اللي يكون بيتم تفريغه هو يكون بيتم إملاؤه. طبعا ده بيفرق في حساب زمن التفريغ. بيفرق معايا برضو ان انا عايز اعرف الـ H عند بداية التفريغ كانت كام، وانا عايز اوصلها لكام. بمعنى ساعات بيبقى مطلوب في المسألة ان يقول لك والله الخزان كان مليان بارتفاع مثلا متر، انا عايز اوصله لارتفاع نص متر، فدي تبقى الـ H1 والـ H2 ده المطلوب. او ساعات يقول لك فضهولي خالص. ففي جميع الأحوال أنت محتاج تبقى عارف الـ H الأول يعني البدائية عند بداية العمل، والـ H النهائية عند انتهاء التفريغ. اللي أنا عندي هنا إن أنا عندي Q بتساوي coefficient of discharge في A بجذر 2 جي اتش. الـ Q بتاعتي هي A مضروبة في الـ DH. الـ A هنا هي قطر الخزان أو مساحة سطح الخزان مضروب في الـ DH. هو إيه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل إن أنا بقول بما ان يعني السطر ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان قدر الميه اللي خرج من الفتحه هو بيساوي نفس قدر الميه اللي نقص في التانك. تمام؟ قدر الميه نقص في التانك هو بيساوي المساحه بتاعت سطح التانك مضروب في فرق المنسوب، كان عند كام وبقى كام. ماشي؟ فانا عندي هنا هعوض في المعادله، هلاقي طبعا انا بعد شويه هخش في تفاضل وتكامل لان المساله فيها زمن وفيها يعني هي مساله بنضطر فيها نحل بعد التفاضل والتكامل. هو في الاخر احنا عايزين نوصل للتي اللي هو الزمن المطلوب للنزول من ليفل الى ليفل اخر. لما هعوض هلاقي ان التي هي تكامل ما بين H2 و H1. تمام؟ في اللي احنا شايفينه ADH على كذا كذا. طبعا ده القانون العام. انا لو عايزين يعني نشوف حاله خاصه عشان تبقى اسهل عشان يسهل حلها، فانا في حاله ان مفيش انفلو داخلي وفي كروس سكشن اريا بتاعت التانك ثابت، يعني بافتراض الفردين دول المعادله اللي هي فيها تكامل هتبقى ابسط بكتير، وهتبقى زي المعادله اللي احنا شايفينها دي
ان الزمن المستغرق بيساوي ضعف الاريا على coefficient of discharge في area بجزء 2 جي اتش في اتش 2 ناقص اتش 1. نلاحظ حاجه ان انا عندي هنا في المعادله في علامه ماينس، وهنلاحظ ان انا عندي هنا اتش 2 هي اللي ماينس اتش 1. بما ان اتش 2 اقل من اتش 1 فيبقى ده كده يفهمنا ليه في ماينس، عشان هيحصل ان النيجاتيف هتشيل النيجاتيف ويبقى عندنا قيمه موجبه، لان الزمن في الحاله دي طبعا موجب مش تالي. يمكن لعل اخر موضوع معانا النهارده هو ان الميه وهي بتفلو من فوق الهدرات باشكالها المختلفه. عندنا حاجه اسمها طبعا في اي نظام ري بيبقى في احتياج ان احنا نقدر الديسشارج او الميه اللي داخله في المجاري المائيه المختلفه. التقدير ده بيتم عن طريق زي ما احنا شايفين كده، انا هنا عندي ما يشبه الحوض، الحوض ده بيفرق ميه بتاعته عشان يملا مجرى مائي مثلا. فانا يعني لازم الناس بيدوروا على طريقه بسيطه يعني عشان نعرف كميه الميه اللي خارجه او داخله على اي نظام مائي. فانا هنا مثلا في الصوره اللي تحت عندي زي قناه بتصب ميتها في قناه ثانيه، لكن مطلوب ان يكون في كنترولنج، يعني الميه ما تمشيش كده فلو مستمر، لا مطلوب هنا ان يبقى في شخص يبقى عنده القدره ان يعرف يتحكم في قد ايه ميه هتروح من السيستم ده للسيستم اللي بعده لايا كانت الاستخدامات، عشان يعني تقوم بوظيفتها بدون ما نغرق الارض او حاجه. طيب ازاي يتم التحكم في كميه الميه اللي ماشيه؟ الموضوع يعني ببساطه ان انا فاكرين المعادلات اللي لسه قايلينها ان الديسشارج بيعتمد على الاتش وعلى حاجات كده، فهنا نفس الكلام بيتم عمل قطاع. نلاحظ طبعا هنا القطاع ده مبني، هنا في تشانل مفتوحه شكل ناتشرال، انما هنا في قطاع مبني اهو زي ما احنا شايفين. القطاع ده بيبقى ليه شكل هندسي، يعني هنا شكله مثلث، هنا ممكن يكون مثلا شكله ترابيزويدال او مستطيل، بيبقى فيه اشكال مختلفه متعدده. بناء على الاشكال ديت بيبقى بيتم استنباط معادله. المعادلة ديت بيبقى فيها فاريبل أساسي اللي هو الاتش ارتفاع المية. في حالة المثلث بيبقى الارتفاع المية دوت من السن بتاعت المثلث إلى سطح المية. وبما إن احنا هيبقى عندنا فاريبل واحد في هذه المعادلة يمكن بي ببساطة معرفة الديسشارج اللي خارج. طيب أنا هنا عرفت الديسشارج، إنما هنا الحقيقة نلاحظ إن في هنا زي ذراع كده وفي هنا موتور، ان انا اقدر بيه اتحكم في يعني الفتحه بحيث اعرف اتحكم في الاتش اللي بتعدي منها من فوقها، وبالتالي الاتش دي هي معيار لحساب الديسشارج. يعني الراجل من خلال الدراع ده يقدر يرفع ويوطي البوابه بحيث يتحكم في الديسشارج. طب يعرف ازاي ان هو حقق يعني الديسشارج المطلوب من يمرره من خلال ارتفاع الميه؟ طب تعالوا نشوف مع بعض. النوتش دوت اللي احنا بنتكلم عنه ده اسمه نوتش. النوتش دوت هو فتحه في جانب خزان من الميه او ما شابه علشان نصرف الميه. في احيان كثيره بيتصنع من الميتال من المعدن، بيستخدم عشان نقيس الديسشارج. وفي ما يسمى الوير، الوير ده بالعربي اللي هو الهدار، وده موجود بكثره جدا في القنوات المائيه اللي في مصر و في العالم العربي يعني للتحكم في سريان الميه. وهو بيقول لك ان الهدار ده ما هو الا نوتش ولكن يعني سكيله كبير شويه. لو بصينا على الشكل اللي قدامنا ده من معمل، هنا في يعني في الاسطوانه ديت بيبقى الميه جايه من مثلا من البايب اللي احنا شايفينها ورا دي، بتملى هذه التشانل. التشانل بتنتهي زي ما احنا شايفين الشكل المستطيل الاسود ده فتحه مستطيله الشكل تسمح بخروج الميه، وبعدين تملى التانك دوت وتتصرف وترجع تملى التانك اللي فوق تاني بشكل سيركولار. يعني بيهدف الى ان احنا نعرف نقيس الديسشارج ونستنبط المعادله بتاعه علاقه ارتفاع الميه في ارتفاع الميه في هذه التشانل كروس سكشن مع الديسشارج اللي خارج منها. لو عملنا زوم على جزء ده ورسمناه قدامنا كده هنلاقي ان الميه بتعبر من فوق هذا السطح المستطيل، ولو خدنا يعني قطاع عرضي هنلاقي ان احنا قدامنا الشكل دوت. ده بيفكرنا من كام سلايد فات لما كنا بنتكلم على
اللارج اورفيس. طيب انا عندي هنا المساحه اللي الميه بتخرج منها هي عباره عن عرض الاوبننج ده مضروب في الاتش بتاعته. بما ان العلماء بيحبوا قوي في الحاجات اللي زي كده يشتغلوا بالتفاضل والتكامل، فبدل ما هتبقى اتش هتبقى دلتا اتش. تمام، يبقى انا عندي هنا الديشارج اللي بيخرج من السلايس الصغيره دي بيساوي الكوفيشنت اللي احنا كنا بنتكلم عنه مضروب في ال دي اتش اللي هي الاريا مضروبه في جذر 2 جي اتش اللي هي السرعه. ماشي، فده كوفيشنت اوف ديشارج مضروب في الاريا مضروب في السرعه. لما هنعمل تكامل عشان الدي كيو تبقى كيو لكل هذا الارتفاع هنلاقي المعادله بقى شكلها كده اهو. تمام، تسهيلا وتبسيطا هنلاقي المعادله اتحولت الى ان كيو بتساوي تلتين كوفيشنت اوف ديشارج ال جذر 2 جي اتش اس تلتين. تمام، لو حبينا ناخد مثال وده اخر حاجه معانا هنلاقي ان انا عندي هنا بيقول لي ان انا عندي وير 8 متر لونج. طبعا الوير ده يعني لو انا عندي تشانل كده والميه جايه خارجه علينا، الوير ده بيبقى مثلا بعرض التشانل كده، فلما يقول لي 8 متر لونج يبقى مقصود بيه الحته دي كده العرض ده كده. ولو حبينا نبص للوير ده ككروس سكشن بيبقى عامل كده كده مثلا والميه بتمشي من عليه كده، ف 8 متر هو المسافه دي هو كده مثلا، بس دي 8 متر من هنا لهنا كده. ف 8 متر طوله 8 متر اتبنى على ريكتانجولار شانل عشان يصرف 9 متر مكعب في الثانيه، بمعنى ان هو هيبني وير هيحطه في نهايه التشانل، وبالتالي مع الديزاين بتاع الوير ده الميه هتبقى دايما احنا ضامنين انها تخرج من البحيره او من الريفر ده بمعدل 9 متر مكعب ثانيه. تمام، هو بيقول لك يعني لو اقصى عمق للميه مسموح به في الابستريم، احنا طبعا عارفين ان اي قناه ري او غيره الميه لازم تبقى فيها يعني ليها حد اقصى، بحيث لو عرفت عن كده ممكن تفيض وتغرق الاراضي اللي على الجنبين. فهو وهو بيصمم يعني هنا بيقول لك اعلى حاجه مسموح بيها في الابستريم سايد بتاع القناه دي ان هي تبقى 2 متر. تمام، اعلى حاجه هو سامح لك بيها 2 متر. المطلوب هو حدد ارتفاع الوير. تمام، يعني ادي قناه وادي وير عليها اهو والميه ماشيه كده. المفروض الوير ده متصمم عشان يعدي لك 9 متر مكعب ثانيه. بيقول لك اقصى ارتفاع مسموح به للميه هنا في الابستريم ان يبقى ارتفاعها 2 متر. تمام، يعني الميه كده ما تعلاش عن 2 متر. والوير ده المفروض يعدي 9 متر مكعب ثانيه. السؤال هو بيقول لك ارتفاع الوير ده يبقى قد ايه؟ تمام؟ لو بصينا هنلاقي ان احنا عندنا هنا كيو معلومه، دي المعادله اللي احنا لسه واخدينها في السلايد اللي فاتت، وبيدي لك هنا كوفيشنت اوف ديسشارج. دي مساله تعويض مباشر يعني من اسهل الحاجات اللي ممكن تيجي. فهو هنا بيقول لك ان الكيو الديسشارج اللي انت عارفه ان هو بيساوي 9 اهو تلتين كوفيشنت اوف ديسشارج، ادي التلتين كوفيشنت اوف ديسشارج مضروب في طول الوير، طول الوير اللي هو قلنا 8 متر مضروب في 2 جي، ادي ال 2 جي يبقى لك بس اتش اس تلتين. لما تعوض في المعادله دي مفيش فيها غير مجهول واحد هتعرف ان الاتش اللي طلع عندك هي 0.72 متر. معنى كده ايه؟ طب ايه البوينت؟ هل كده احنا عرفنا ان ارتفاع الوير 0.72 متر؟ لا، الحقيقه احنا لازم ناخد بالنا ان دي معادله الديشارج بتاع الميه. يعني لو الميه احنا قلنا الميه نازله كده اهي من على القناه كده ماشي، هو بما ان احنا عوضنا في المعادله ديت اللي هي كيو اللي احنا شفناها، معنى كده ان الاتش دي اتش الميه، يعني الاتش اللي ماشيه فوق الوير، اتش اللي فوق الوير ديت لما يبقى ارتفاعها 0.72 يبقى احنا كده مررنا 9 متر مكعب ثانية. كويس؟ طيب يبقى الوير ارتفاعه قد ايه؟ الحقيقة في الحالة دي يبقى الوير ارتفاعه ال 2 متر اللي هي الحد الأقصى اللي اتقال عليه
ونشيل منه الميه اللي هي 0.72، يبقى ان ارتفاع الوير اللي هو 1.28، ده ارتفاع التصميمي للوير وطبعا بالمتر. وطبعا احنا ما بننساش نحط الوحدات زي المتر او متر ثانيه او ايا كان. تمام. يعني انا كنت قلت لكم دي اخر حاجه، بس الصراحه طلع معانا حاجه تانية، بس ماشي انا نسيت. دي برضو مثال معانا هنا، ده مثال معانا هنا ان انا عندي نفس الفكره برضو وير، بس شكله مثلث زي اللي احنا شفناه في الصوره من كام سلايد كده. طالما وير يبقى انا طالما قصدي مثلث يبقى انا محتاج اعرف السيتا، لان طبعا السيتا هي في الاخر يعني ثابت، بنحسب منه مساحه مرور الميه. يعني ده شيء بديهي ان انا في الاخر لما بتكلم على مثلث فانا محتاج اعرف الاريا اللي الميه بتخرج منها قد ايه. البارامتر اللي يحكم لي القصه دي هو السيتا زي ما قلنا. طيب يبقى انا عندي هنا بشويه حساب مثلثات بسيطه نقدر نعرف. احنا طبعا عايزين ننسب كل دايمنشنز المثلث الى حاجه واحده عشان نقلل الحسابات يعني. فالبي اللي هي العرض هي 2، هنلاقي فيها الاتش 10 سيتا على 2. وباستنباط القانون برضو مش هن يعني نغرق قوي في التفاضل والتكامل، هنلاقي في الاخر بقى هو ده القانون اللي معانا. تمام كده؟ ده القانون بتاع حساب مرور الميه من وير مثلث الشكل. يعني هو مش صعب، بس يعني في حاله ان هو هيجي في الامتحان هيبقى ايه؟ هيتكتب يعني. فزي المثال اللي قدامنا هنا، ادي مساله بسيطه اهيت، ان هو بيقول لك عندك ان هو مثلث، بس ناخد بالنا بقى في المثلثات دي ان احنا نقرا المساله كويس. بيقول لك رايت انجلد في نوتش، يعني ايه رايت انجل؟ انا المفروض اول ما اشوف كلمه رايت انجل دي اعرف على طول ان هو بيتكلم على ان السيتا بتساوي 90 درجه. يعني هو هنا انا عارف القانون، حتى لو معايا القانون والقانون فيه سيتا واضحه جدا، لو انا مش فاهم ان رايت انجل يعني زاويه 90 درجه مش عارف حل المساله. استخدمت عشان يقيس الديسشارج بتاع السنتريفيوجر بامب، لو الدبس بتاع الميه كان كذا، ادي الاتش اهي جت لنا، احسب الديسشارج اللي بيمر من النوتش دوت ان ليترز بير مينيت. يعني انا المفروض لما حد يقول لي احسب لي حاجه بوحده معينه احسبها له بيها، حتى لو هحول وحدات مش هسيبها له باي يونتس يعني. وبيقول لك هنا في الاعتبار خد الكوفيشنت اوف ديسشارج يساوي 0.62. تعويض مباشر لكل البارامترز اللي احنا شفناها فوق لغايه لما هلاقي اني انا عندي طبعا انا هنا عندي 200 مللي، تبقى 2 من 10 من المتر. يعني حاجات زي كده بقى الغلط فيها بيخلي الارقام تطلع مش منطقيه. فالمهم هيطلع ان الديسشارج اللي عندي هو 0.026 متر مكعب ثانيه. بعدين الخطوه التاليه بتبقى ان احنا ايه نحوله الى لتر بير سكند زي ما هو مطلوب في المساله. ده فاضل حبه. نفس الكلام بس في حاله ان الكروس سيكشن شبه منحرف، هنلاقي ان احنا ببساطه القانون ما هو الا قانون المستطيل وقانون المثلث مجموعين على بعض. تمام، لان هو في الاخر شبه منحرف، ما هو الا مستطيل زائد المثلث. تمام. انا احب اعرف لو حد عنده سؤال لغايه هنا. حد لغايه الجزء ده عنده اي سؤال؟ طيب خلاص، يعني هنكمل المحاضره وهي موضوع بسيط يعني، احنا قربنا نخلص. اخر حاجه معانا ان شاء الله في حاجه اسمها الفينشوري ميتر. احنا بيبقى في جهاز عندنا اسمه فينشوري ميتر، ده بنستخدمه عشان نقيس الديسشارج في البايبس. تمام. فكرته ان احنا بنقيس الضغط، فرق الضغط
ما بين نقطتين عشان منه نقدر نحسب الديسيتشارج. القانون بتاعه هو نفس القانون برنولي العادي جدا اللي احنا عارفينه، تمام. هنلاحظ بس بما ان انا عندي البايب دي افقيه، فيبقى الزد يقدر يعني نشيله مع الزد بسهوله، وبما ان انا بحسب عند النقطه 1 والنقطه 2 يبقى انا عندي يعني هو مجرد بس هعيد تبديل البارامترز، هيطلع عندي ان بي 1 ناقص بي 2 على رو جي بتساوي بي 2 سكوير، يعني هي كده اهوت. ان بي 1 ناقص بي 2 على رو جي هي مع بعض هي الاتش اللي هي فرق الـ، يعني لو افترضنا ان احنا هنا بنقيس فرق الضغط بايبز، تمام. يبقى انا عندي هنا الاتش بتساوي المعادله ديت بي 2 سكوير ناقص بي 1 سكوير على 2 جي. انا عندي معلومه تبعت الكونتينيوتي اللي هي اي 1 في 1 يعني نفس المعادله، هطلع منها بعلاقه ما بين في 1 وفي 2. يعني انا هنا عندي الاتش اللي هي فرق القياس الطولي ما بين الضغط هنا وهنا، المعادله في في2 وفي1، وبعدين باستخدام الكونتينيوتي جبت علاقه ما بين في1 وفي2 في معادله واحده ايت. لما هاخد الجزء ده واعوض بيه فوق هوصل لمعادله بتقيس الاتش بس فيها الاريات وفيها الفي2 بس. يبقى لو حولتها وبدلت البارامترز هوصل لمعادله الفي2. وهنا عندي يبقى انا اقدر اعرف ان الكيو اكتوال، طب هاخد الفي ديت واطلعها فوق، يعني هنعوض البارامترز مع بعضهم، هوصل في الاخر ان حساب الديسيتشارج هو كالمعادله الحاليه اللي هو كوفيشنت اوف ديسيتشارج في حسبه الاريات ديت مضروبه في 2 جي اتش. يبقى انا هنا لو انا عرفت اقيس فرق القياس الضغط ما بين النقطتين، وعندي معلومه عن قطر التو بايبز، وعندي معلومه عن coefficient of discharge، يبقى انا اقدر اعوض في كل البارامترز ديت واعرف الكيو اكتوال اللي ماشيه في البايب.